عليكم. هذه فيديو اخرى بشوفوا فيها كيفاش نصطادوا بالكانوليكا و او ميم طون كعبة الكانوليكا تقعد حية. طريقة سهلة برشا. دونك كي تبدا الكانوليكا متاعنا حية و ناخذو كعبة البابوش ونجيو ندخلو الإبرة متاعنا من البلاصة هذه هكا، ونقعد نتبعو بجنب البابوشة البارتي هذية. يلزم ديما الإبرة تتبع البارتي هذه اللي هنا، نحكي انا على البارتي المسكره نتاع البابوشه. دونك انا جيت ربطتها لهنا بالفيل الاسيك على خاطر بابوش كونجلي. سينو انتوما باش تلقاوها كعبه الكانوليكا كعبه بارتي محلوله في البابوشه وبارتي مسكره. نحنا باش ناخذوا الابره ندخلوها من البارتي مشيره البارتي المسكره من هنا كيما هكا. دونك الإبرة كالعادة يلزمها تكون منقوبة. نجيبو خيط لامسون تاعنا وندخلوه في الإبرة. فوالا، طريقة سهلة برشا. دونك هذه هي البابوشة نتاعنا، نحيو الإبرة اي فوالا. دونك طريقة سهلة برشا، هذا لامسون تاعنا كيما هكا. في الاخر بالكل نحاولو باش ما يزلقش الفيل الالاستيك متاعنا كي نجيو نرميو، نجرحوه شوية بالسكينة. انسويت كالعادة ضربة فيل الالاستيك. كي تبدا كعبة البابوش حية باش تولي تتحرك من هنا بارتي هذه. الطريقة هذه تخلي سورتو الورقة الكبيرة ولا الوراطة كان تحبو تخليها تزيد تقرب اكثر للطعم، ويولي الطعم متاعنا يجبدها اكثر بيسكو يتحرك ويظهر كأنه طبيعي على الاخر. دونك يشجعها باش الحوته هذيك تمشي تاكل وما تخافش منه. دونك هذه الطريقه نتاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونقولكم بون بيش. السلام عليكم.